ينضم معنا مشاهدينا الكرام من أنبار دكتور عبد القادر محمد منسق العام لمنظمة أم القرى. مرحبا بك يا دكتور. لو تطلعنا عن تفاصيل الحملة الأخيرة المنظمة في مخيمات الحبانية، تفضل. شكرا جزيلا. حياك الله. في الحقيقة تأتي هذه الحملة في ظل أزمة النازحين المستمرة في مخيمات النزوح في محافظة الأنبار، وايضا في ظل شبه انعدام لوجود منظمات اغاثيه وانسانيه تتواصل مع هذه المخيمات في هؤلاء النازحين، مع ازدياد معاناتهم والتي تزداد معها كذلك حاجتهم للدعم المستمر في هذه الظروف الانسانيه الصعبه التي يمرون بها منذ 5 سنوات. هذه الحمله تم بحمد الله توزيع 400 منحة مالية على العائلات الموجودة في هذا المخيم من العوائل الرامل والأيتام والعوائل المتعففة. وطبعا هذا المجمع بدأ تزداد الأعداد النازحين الموجودة فيه. أثناء وجودنا يوم أمس في هذا المخيم تم نقل نازحين، عائلات نازحة مخيمات أخرى إلى هذا المخيم، مجمع مخيمات النزوح في مدينة الحبانية، حيث نقلوا العائلات النازحة الموجودة في مخيمات الخالدية ونقلوهم إلى مدينة الحبانية إلى هذا المخيم. وهذا طبعا يزيد الحاجة إلى الاهتمام أكثر بهذا المجمع الموجود في الحبانية مع ازدياد الأعداد الموجودة فيه، وضرورة التفات المنظمات الإغاثية الإنسانية الأخرى لزيادة الدعم والاهتمام أكثر والوقوف معهم في محنتهم الإنسانية. للأسف يعني كما استمعنا إلى معاناة هؤلاء لم تعد تصلهم هذه المساعدات المطلوبة من حملات إغاثية التي كانت تصل إليهم في السابق في الأعوام السابقة من كثير من المنظمات، نظرا ل قلة التركيز ربما الإعلامي على هذه الأزمة وهذا هذه المحنة التي يمرون بها. أشكرك على هذه الإيضاحات. من أنبار دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى.